أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن في شرح الدر اللوامع للإمام ابن بري رحمه الله. يقول الناظم: القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام، وإذ لأحرف الصفير أظهر ولهجاء جزت ليس أكثر، وقد لأحرف الصفير تستبين، ثم لذال ولجيم ولشين، وزاد عيسى الظاء والضد معا، وورش الإدغام فيهما وعا، والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفير ياتي، والجيم والثاء وزاد الظاء أيضا وبالإدغام ورش جاء، ويظهران هل وبل للطاء والظاء والتاء معا والثاء، والضاد معجما وحرف السين، والزاي ذي الجهر وحرف النون. فصل: وما قرب منها أدغم كقوله سبحانه إذ ظالموا، وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت فلا تكن مخالفة، وساكن مثلين إن تقدم، وكان غير حرف مد أدغم، وأظهر نخسف نبذت عذت أرثتموها وكذا لبثت، واذهب معا يغلب وإن تعجب يتب، يريد ثواب فيهما وإن قرب، ودال صاد مريم لذكر، وباء يعذب من ربوا للمصر، واركب ويلهث والخلاف فيهما، عن ابن مينا والكثير أدغم، وعنه نون نوني مع ياسين أظهر، وخلف ورشهم بنون، ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين، وأظهر التنوين والنون مع عند حروف الحلق حيث وقع، وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة، وقلبوهما لحرف الباء ميما، وقالوا بعد بالإخفاء، وتظهر النون لواو أويا في نحو قنوان ونحو الدنيا، خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف في التزامه. يقول رحمه الله: القول في الإظهار والإدغام. الإظهار لغة البيان، واصطلاحا فصل الحرف الأول عن الثاني من غير سكت عليه. والإدغام لغة الإدخال، واصطلاحا اللفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. والإظهار هو الأصل لعدم احتياجه إلى سبب، أما الإدغام فهو فرعه لاحتياجه إليه. وقوله رحمه الله: وما يليهما من الأحكام، أي ما يتبع الإظهار والإدغام من الأحكام، وهو ما يقلب وما يخفى. ثم قال رحمه الله: وإذ لأحرف الصفير أظهر ولهجاء جزت ليس أكثر. ذكر رحمه الله في هذا البيت ما يتعلق بإدغام وإظهار ذال إذ، فأخبر أن ذال إذ أظهرها قالون وورش عن نافع عند ستة أحرف، وهي الصاد والزاي والسين التي عبر عنها بأحرف الصفير، والجيم والدال والتاء المجموعة في قوله في هجاء جزتا. وأمثلة ذلك من القرآن: فعند الصاد في قوله تعالى وإذ صرفنا، وعند الزاي في وإذ زين لهم الشيطان، وعند السين
إذ سمعتموه، وعند الجيم وإذ جعلنا، وعند الدال إذ دخلت، وعند التاء نحو إذ تبرأ. وقوله رحمه الله ليس أكثر، أي ليس المظهر عنده المختلف فيه أكثر من هذه الأحرف الستة. ثم قال رحمه الله: وقد لأحرف الصفير تستبين، ثم لذال ولجيم ولشين، وزاد عيسى الظاء والضاد معا، وورش الإدغام فيهما وعا. ذكر رحمه الله أن دال قد تستبين أي تظهر عند أحرف الصفير المتقدمة وهي الصاد والزاي والسين، وعند الذال والجيم والشين. من أمثلة ذلك في القرآن عند الصاد نحو ولقد صرفنا، وعند الزاي ولقد زينا، وعند السين قد سمع، وعند الذال ولقد ذرأنا، وعند الجيم لقد جاءكم، وعند الشين قد شغفها. وقوله رحمه الله تستبين إشارة إلى اتفاق قالون وورش عن نافع في هذا الحكم. ثم ذكر في البيت الثاني ما وقع فيه الخلاف بينهما، فأشار رحمه الله إلى أن عيسى وهو قالون زاد مع الأحرف الستة الظاء والصاد، فأظهر دال قد عندهما أيضا، وأن ورشا وعى أي حفظ الإدغام فيهما عن نافع. فمثال الظاء نحو فقد ظلم على رواية قالون، وورش بالإدغام فقد ظلم. ومثال الضاد نحو فقد ضل على إظهار قالون، وورش بالإدغام فقد ضل. ثم قال رحمه الله: والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفير ياتي، والجيم والثاء وزاد الظاء أيضا وبالإدغام ورش جاء. الألف في قوله الظاء وجاء للإطلاق، ومعنى قوله والتاء للتأنيث حيث تاتي، تاء التأنيث هي التاء الساكنة التي تلحق الفعل الماضي، تظهر عند خمسة أحرف باتفاق بين قالون وورش عن نافع، وهي حروف الصفير الثلاثة والجيم والثاء والظاء. من أمثلة ذلك في القرآن عند الصاد في قوله تعالى لهدمت صوامع، وعند الزاي كلما خبت زدناهم، وعند السين أنبتت سبع سنابل، وعند الجيم نضجت جلودهم، وعند الثاء كذبت ثمود. ثم ذكر أن قالونا زاد مع الأحرف الخمسة الظاء، فأظهر تاء التانيث عندها أيضا، وورش نص على إدغام تاء التانيث في الظاء، هكذا رواه عن شيخه نافع، وذلك في ثلاثة مواضع لا غير، وهي وأنعام حرمت ظهورها، وحملت ظهورهما وهما في الأنعام، وكانت ظالمة في الأنبياء، فقالون بالإظهار وورش بالإدغام.
ثم قال رحمه الله: ويظهران هل وبل للطاء والظاء والتاء معا والثاء والضاد معجما وحرف السين والزاي ذي الجهر والحرف وحرف النون. انتقل رحمه الله للحديث عن إظهار وإدغام هل لام هل وبل، فأشار إلى اختيار قالون وورش وهو إظهار لام هل وبل عند ثمانية أحرف، وهي الطاء والظاء والتاء والضاد والسين والزاي والنون. من أمثلة ذلك في القرآن: فعند الطاء في بل طبع الله، وعند الظاء بل ظننتم، وعند التاء بل تأتيهم، وعند الثاء هل ثوب الكفار، وعند الضاد بل ضلوا، وعند السين بل سولت، وعند الزاي بل زين للذين كفروا، وعند النون بل نقذف. فاشترك هل وبل في التاء والنون، واختصت هل بالثاء المثلثة، واختصت بل بالخمسة الباقية. وقوله رحمه الله ويظهران إشارة إلى اتفاق الراويين. ثم قال رحمه الله: فصل. وما قرب منها أدغم، كقوله سبحانه: إذ ظلموا، وقد تبين وقال الطائفة: وأثقلت فلا تكن مخالفة. ذكر هنا ما أجمع عليه القراء من إدغام ما قرب من ذال إذ ودال قد وتاء التانيث ولامي هل وبل فيما يليهما من الحروف المقاربة لها. فالذال من إذ تدغم في الظاء المعجمة بلا خلاف، ومثل لذلك الناظم رحمه الله بقوله: إذ ظلموا، يريد قوله تعالى: إذ ظلموا أنفسهم. والدال من قد تدغم في التاء بلا خلاف، ومثل لها بقوله تعالى: قد تبين. وتاء التانيث تدغم في حرفين بلا خلاف، وهما الطاء والدال. وقد مثل رحمه الله لإدغامها في الطاء بقوله تعالى: قال الطائفة. ومثل لإدغامها في الدال بقوله تعالى: فلما أثقلت دعوا الله. والضمير في قوله رحمه الله مخالفة يعود على الإدغام المفهوم من قوله أدغموا، أي لا تكن مخالفا، وفي ذلك إشارة إلى لزوم ووجوب هذا الإدغام. ثم قال رحمه الله: وساكن المثلين إن تقدم وكان غير حرف مد أدغما. ذكر رحمه الله أن نافعا براويه أدغم ساكن المثلين، وهو الساكن من كل حرفين متماثلين إذا تقدم الساكن وكان غير حرف مد، سواء كان ذال إذ أو دال قد أو تاء تأنيث أو لامي هل وبل أو غيرها. ولإدغام المتماثلين شرطان أساسيان ذكرهما الناظم رحمه الله في هذا البيت: الأول أن يكون الساكن منهما متقدما، قال رحمه الله: إن تقدم. الشرط الثاني أن لا يكون الساكن منهما حرف مد، قال رحمه الله: وكان غير حرف مد. ثم قال رحمه الله: وأظهر نخسف،
نبذت عذت أورثتموها وكذا لبثت. واذهب معا يغلب وإن تعجب يتب، يرد ثواب فيهما وإن قرب. ودال صالي مريم لذكري وباء يعذب من رووا للمصري. واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مينا والكثير أدغما. وعنه نون نوني مع ياسين أظهر وخلف ورشهم بنونا. ذكر رحمه الله في هذه الأبيات ما اتفق عليه الشيخان، يعني قالون وورش، من إظهار هذه الكلمات رغم التقارب بين الحرفين. وهذه الكلمات هي: الأول الفاء عند الباء في قوله تعالى نخسف بهم. الثاني الذال عند التاء في نبذتها، وحذف الناظم الهاء في الكلمة لضرورة الشعر. الثالث الذال عند التاء في عذت. الرابع الثاء عند التاء في أورثتموها. الخامس الثاء عند التاء في لبثت أو لبثت أو لبثتم. والسادس الباء الساكنة عند الفاء في خمسة مواضع، وهي اذهب فمن تبعك منهم في الإسراء، فاذهب فإن لك في الحياة، وأشار إلى ذلك بقوله واذهب معا، أو يغلب فسوف نؤتيه، وإن تعجب فعجب قولهم، ومن لم يتب فأولئك. والسابع الدال عند الثاء في يريد ثوابا، وهما موضعان في آل عمران، وإليهما أشار بقوله يريد ثواب فيهما أي في الموضعين. فأظهر قالون وورش هذه الكلمات، وإن قرب مخرج تلك الأحرف من مخرج ما بعدها، وذلك لأن الإظهار هو الأصل. الثامن الدال من كاف هاء يا عين صاد عند ذلك ذكر، وإلى ذلك أشار بقوله ودال صاد مريم لذكري، أي أظهر الدال من هجاء كاف هاء يا عين صاد عند ذلك ذكر رحمة ربك. فهذه الثمانية لا خلاف بين قالون وورش في إظهارها. والتاسع وهو الباء عند الميم في ويعذب من يشاء في البقرة، أظهرها ورش على الأصل، وهو المقصود بقوله المصري في وبا يعذب من رووا للمصري، وهو ورش. ويفهم من ذلك أن قالونا يدغمها. والعاشر الباء عند الميم أيضا في اركب معنا في هود. الحادي عشر الثاء عند الذال في يلهث ذلك. وإلى هذين أشار بقوله واركب ويلهث والخلاف فيهما. فورش كما هو مفهوم النظم بالإظهار يلهث ذلك اركب معنا. ثم حكى خلافا فيهما عن ابن مينا وهو قالون، فروي عنه الإدغام فيهما، وروي عنه الإظهار كورش والوجهان صحيحان عنه.
ولذلك قال رحمه الله والكثير أدغما. الثاني عشر النون عند الواو في نون والقلم. الثالث عشر النون عند الواو أيضا في ياسين والقرآن، فأظهرها قالون في الموضعين بلا خلاف، كما أشار إلى ذلك بقوله وعنه نون نوني مع ياسين أظهر، أي لقالون. ثم قال وخلف ورشهم بنونا، فقوله وعنه نون نوني مع ياسين أظهر أي أظهر النون من نون والقلم مع النون من ياسين القرآن من غير خلاف عنه، أي عن قالون المذكور في البيت السابق. ومفهومه أن ورشا يدغم النون في الواو في الموضعين، إلا أن له خلافا في إدغام نون والقلم، وإليه أشار بقوله وخلف ورشهم بنونا. ثم قال رحمه الله ذكر إدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين. انتقل رحمه الله إلى بيان أحكام النون الساكنة والتنوين، وقد ذكر الأحكام الأربعة في هذه الترجمة، وهي الإدغام والقلب والإخفاء والإظهار الذي عبر عنه بقوله والتبيين. قال رحمه الله وأظهر التنوين والنون مع عند حروف الحلق حيث وقع. ذكر رحمه الله أن نافعا أظهر النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعد حرف من حروف الحلق الستة المعروفة، وقد جمعها ابن القاصح رحمه الله في قوله أخي هاك علما حازه غير خاسر، وأقتصر على مثالين. فمثال الهمزة نحو ينأون ومن آمن. وقوله رحمه الله حيث وقع أي سواء كان في كلمة أو في كلمتين، والألف فيها أي في وقع للتثنية تعود على النون والتنوين. ثم قال رحمه الله وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة. انتقل إلى بيان الحكم الثاني وهو الإدغام، فأشار رحمه الله إلى أن القراء أدغموهما في هجاء لم يروا وهو خمسة أحرف، لم يروا. والناظم رحمه الله لم يذكر النون مع هذه الأحرف، لأن إدغامها في مثلها من قبيل إدغام المثلين، وهذا الفصل إنما هو للتجانس أو التقارب. وبعض الأئمة المتقدمين ذكر النون وجمعوا حروف الإدغام في قولهم أو في هجاء يرملون. وإدغام النون الساكنة والتنوين ينقسم إلى قسمين، كامل وناقص. فالكامل هو يسمى إدغاما محضا، وهو الإدغام من غير غنة مع التشديد التام، ويكون في اللام والراء نحو فإن لم تفعلوا ومن رزقنا. والإدغام الناقص ويسمى إدغاما غير محض، وهو الإدغام مع الغنة والتشديد الناقص، ويكون في هجاء يوم، وهو ثلاثة أحرف الياء والواو والميم على اختيار الناظم. من أمثلة ذلك من ولي ولا نصير. وإلى ذلك أشار رحمه الله، أي أشار إلى إبقاء الغنة في هجاء يوم بقوله لكنه أبقوا لدى هجاء يوم
غنة. ثم قال رحمه الله: وقلبوهما لحرف الباء ميما، وقالوا بعد بالإخفاء. انتقل إلى الحكمين الأخيرين وهما القلب والإخفاء. والقلب لغة هو التحويل، والصلاحا جعل الحرف حرفا آخر ويكون عند حرف واحد وهو الباء، فتقلب النون الساكنة والتنوين عند الباء ميما خالصة. قال رحمه الله: وقلبهما لحرف الباء ميما، نحو قوله تعالى: أنبئهم عليم بذاتي. ثم ذكر الحكم الأخير وهو الإخفاء، قال: وقالوا بعد بالإخفاء. والإخفاء لغة الستر، اصطلاحا النطق بحرف ساكن خال عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول الذي هو النون الساكنة أو التنوين. ويكون الإخفاء كما ذكر عند باقي حروف الهجاء، وقد جمعوها في قولهم: صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زيد في تقا ضع ظالما. وأمثلة ذلك واضحة، من ذلك قوله تعالى: كنتم من تحتها. ثم قال رحمه الله: وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنوان ونحو الدنيا، خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف في التزامه. ذكر رحمه الله في البيت الأول أن النون تظهر عند الواو والياء في كلمتي قنوان والدنيا وما شبهما، مما كانت فيه النون مع الواو والياء في كلمة واحدة، ولم يقع منه في القرآن إلا في أربعة ألفاظ: قنوان والدنيا، وبهما مثل الناظم رحمه الله، وصنوان وبنيان. ثم ذكر في البيت الثاني علة الإظهار في ذلك، قال: خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف، يعني لو أدغمت النون في نحو قنوان والدنيا فقيل قوان والديا لأشبه المدغم من ذلك، أي لالتبس في حالة إدغامه بما أصله التضعيف أي المضعف أصالة، وهو ما تكرر أحد أصوله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.